الجيش السوري وحلفاؤه يستعيدون الراموس الاستراتيجية في حلب ويتقدمون في ريف حلب الجنوبي. وإنجاز المرحلة الأولى من اتفاق المعظمية بريف دمشق. غارات سعودية توقع المزيد من القتلى والجرحى في اليمن، والجيش اليمني يهاجم مواقع عسكرية داخل السعودية. الجسد تعبان، الروح عالية. الأسيران البلبول يواصلان إضرابهما عن الطعام ويرفضان قرار تجميد اعتقالهما الإداري. الميدانية من الميادين، سلام الله عليكم وفي ميادينها لليوم. من الميدان السوري رضا الباشا من حلب وديما نصيف من دمشق. ومن الميدان اليمني أحمد زبيبة من صنعاء. من واشنطن سيكون معنا منذر سليمان. ومن الميدان الفلسطيني هناء محاميد من القدس المحتلة. ومن موسكو معنا سلام العبيدي. وطبعا لمتابعة هذه التطورات بالتحليل العسكري معي هنا في الاستوديو الباحث العسكري العميد المتقاعد دكتور محمد عباس، أسعد الله أوقاتك دكتور. ونبدأ من النقطة الساخنة هذا اليوم في حلب الراموسة، حيث تقدم لافت حققه الجيش السوري وحلفائه اليوم على الجبهة الجنوبية الغربية لحلب، حيث استعاد بلدة الراموسة الاستراتيجية والطريق الواصل إليها من جنوب حلب بعدما كانوا قد استعادوا صباحا معمل الغاز والدباغات والبلدية. مراسل الميادين أفاد بأن الجيش السوري استعاد كافة النقاط التي خسرها في الراموسة قبل شهر وقبل هجوم جيش الفتح لفتح الثغرة وفك الحصار عن حلب الشرقية. في خواتيمها تبدو العمليات العسكرية في الجبهة الجنوبية الغربية لمدينة حلب. السيطرة على الكليات العسكرية الثلاث جنوب حلب مهدت لدخول الجيش السوري إلى الجهة الشرقية من الجبهة وتحديدا منطقة الراموسة، بينما مثل معمل الإسمنت انطلاقة الجيش للتوجه إلى الجهة الشمالية الغربية في محاولة منه لاستعادة الطريق الواصلة إلى مدينة حلب. وعند نقطتي المسلخ والدباغات استغل الجيش إعادة إطباق الطوق على المسلحين في الأحياء الشرقية ليتقدم إلى مدخل المدينة المعروف باسم حاجز الراموسة، ومنه إلى البلدية ومعمل الغاز، محكما سيطرته على المساحة الكبرى من هذه المنطقة التي تمثل مع نقاطه في الراموسة حيزا من الأمان للمنطقة المحيطة بحي صلاح الدين والحمدانية. يعتبر النصر الذي تحقق اليوم على وخاصة على محور الراموسي حلب المحور الجنوبي، وكان يعتبر الشريان الوحيد لإمداد مدينة حلب وأهالي مدينة حلب بكل شيء، هو عبارة عن نصر كبير وإعادة الحياة ودورة الحياة بشكل كامل وتخفيف الضغط والمعاناة عن أهل وسكان مدينة حلب من كافة النواحي، سواء من ناحية الإمداد بالأكل بالطعام بالتموين حتى بالسفر وفي كل شيء. جنوبا تقدم الجيش السوري ليسيطر على التلة الصفراء ويدخل رحبة الدبابات في محيط خان طومان، معلنا بذلك بداية عملية عسكرية في ريف حلب الجنوبي، وموسعا هامش الأمان لجبهة الكليات العسكرية التي يشبهها القادة العسكريون بالدرع الواقية للمدينة. تحققت انتصارات في منطقة الكليات العسكرية الراموس اللي هي الفنية الجوية والمدفعية وكلية التسليح، والآن اليوم تم تحرير منطقة الراموسي وطريق الراموسي، بعد ساعات قليلة سيتم فتح طريق الراموسي. بقي مناطق عبارة عن تطهير لفتح طريق، وهذا الطريق مهدى إلى كافة أهالي حلب. بالتوازي يستغل الجيش السوري انهيار المجموعات المسلحة في الجبهة الجنوبية الغربية ليؤمن مدخل حلب الجنوبي من منطقة الراموسة. استمرار العمليات العسكرية على جبهات مدينة حلب توحي بقرار عسكري لعله لن ينحصر في جبهة أو مساحة جغرافية محددة، في ظل الحديث المتزايد عن مساع عسكرية لإخراج حلب من دائرة الصراع السوري. من مشارف الراموسة جنوب حلب، مجد ليلى، لقناة الميادين. إذن هذه آخر تطورات الجبهة في حلب. سيادة العميد، إذا ما سألنا ماذا يعني السيطرة على الراموسة بالنسبة
للصورة الكلية لمعارك حلب؟ يعني معركة الراموسة كانت ضرورية، أو المعركة التي جرت اليوم الأمس واليوم في الراموسة كانت ضرورية ليصبح الطريق آمنا 100% من الجنوب باتجاه جنوب حلب. هذه منطقة الراموسي منذ 4 أيام الجيش العربي السوري شن هجوما مزدوجا من جهة الشمال من 1070 جنوبا ومن تل أم القرع باتجاه الكليات، وسيطر على هذه المنطقة، وعمليا أصبحت الطريق نظريا موصولة لأن المواقع العسكرية أصبحت متصلة من الجنوب باتجاه الشمال. هذا اللون المضلل بالأحمر هنا هو المناطق سيطرة الجيش العربي السوري. عمليا المواقع اتصلت ولكن من نظريا، ولكن من الناحية العملية بقيت هذه الثغرة هنا، هذا المربع الذي يسيطر عليه المسلحون قادرين على إغلاق الطريق أو التأثير على الطريق بحيث تصبح غير آمنة من خلال استهدافها بالمدفعية والنيران المباشرة. لذلك كان من الضروري أن يكمل الجيش العربي السوري وحلفائه تنظيف هذه المنطقة. حاليا أصبحت كل هذه المنطقة إذا لاحظنا يعني هذا اللسان عريض بطريقة يؤمن الطريق بصورة كلية من أي استهداف بالأسلحة المباشرة أو غير المباشرة. يعني عمليا السيطرة على الراموسة اليوم والوصول إلى العامرية، هاي العامرية هون، يجعل الطريق مفتوحة 100%. وأعتقد أنا بعد السيطرة اليوم خلال 24 أو 48 ساعة تفتح الطريق مجددا من الجنوب باتجاه مدينة حلب. يعني لم يعد بحاجة للمرور بالطريق الالتفافية من هنا وصولا إلى الكاستيلو. يعني وفرت هذه الطريق 30 ل 40 كيلو متر على الحركة بين جنوب حلب وشمال حلب. المطلوب أو المتوقع هو توسيع دائرة السيطرة في هذه المنطقة طبعا هنا تجاه العامرية ربما. صحيح ما هن وصلوا للعامرية عمليا. لا، أنا الجيش العربي السوري حاليا يتجه غربا على الخريطة الكبيرة. هنا الجيش العربي السوري منذ 4 أيام سيطر على المحروقات والعمارة والقراسي باتجاه خلصة وبرنا من الجنوب وباتجاه خان طومان. وهذه العملية ضرورية جدا لأنه كما سيطر المسلحون منذ عدة أشهر على خان طومان لتكون منطلقا لعملياتهم باتجاه الكليات وباتجاه شرق حلب، حاليا الجيش العربي السوري بالسيطرة على خان طومان يقطع الطريق نهائيا ويقضي على أمال المسلحين بالعودة مجددا إلى السيطرة إلى مهاجمة مدينة حلب من الجنوب. لاحظ هذه الأسهم المقطعة. يعني أنا بتقديري الأيام القادمة ستشهد تقدما للجيش العربي السوري باتجاه خان طومان وباتجاه أيضا برنة وخلصة والحميرة في هذه المنطقة. نعم. يعني سيستعيد الجيش العربي السوري المواقع الذي خسرها منذ عدة أشهر في جنوب حلب. طيب سيادة العميد، معي الآن مباشرة رضا الباشا من الراموسة على ما أعتقد، أو من حلب. رضا، من حلب. رضا، الموقف العسكري على الجبهات، وهل توقف القتال بعد هذا التطور بالسيطرة على الراموسة؟ نعم كمال، فعلا كنا في منطقة الراموسة قبل دقائق من الآن. التغطية التي كنا فيها مباشرة على الهواء تقريبا قبل 10 دقائق من الآن خرجنا من منطقة الراموسة. بدأ الجيش السوري باستهداف نقاط الجماعات المسلحة في منطقة العامرية بشكل مباشر، أكثر من 10 ضربات للمدفعية وسلاح الصواريخ في الجيش السوري استهدف نقاط الجماعات المسلحة في منطقة العامرية. على ما يبدو بأن الجيش السوري كما أشرنا أثناء التغطية لن يتوقف عند منطقة الراموسة، وإنما سيعمل على توسيع هامش الأمان لهذا الحي الاستراتيجي وهذه المنطقة الاستراتيجية التي تعتبر بطبيعة الحال مدخل لمدينة حلب من الجهة الجنوبية. طبعا العمليات العسكرية في منطقة الراموسة كما لاحظنا أثناء تواجدنا في تلك المنطقة استهداف مكثف لنقطة الجماعات المسلحة، النقطة التي كانت تستخدم كنقطة قنص للطريق الراموسة وطريق مدخل مدينة حلب من الجهة الجنوبية. يقوم الجيش السوري حاليا باستهدافه بسلاح المدفعية والصواريخ بشكل مكثف من أجل الحيلولة دون تمكن قناص الجماعات المسلحة من اتخاذ هذه المباني نقطة لاستهداف المدنيين الذين يريدون العبور من هذا الطريق أو الدخول إلى مدينة حلب قبل فتح هذا الطريق أمام خروج ودخول المدنيين إلى مدينة حلب. أي أن العمليات العسكرية كما لعل الأهم من استهداف نقاط الجماعات المسلحة هو تأكيد الجيش السوري من خلال هذا التقدم في الجبهة الجنوبية لمدينة حلب وصولا إلى محيط خان طومان ورحبة الدبابات في خان
طمان أو حتى استهداف النقاط الجماعات المسلحة في منطقة العامرية. هو تأكيد الجيش السوري بأن العمليات العسكرية ما تزال مستمرة، ولكن أيضا لابد أن نشير بأن العمليات العسكرية استهداف الجماعات المسلحة وتحرك الجماعات المسلحة لا يقتصر فقط على الجبهة الجنوبية والجبهة الجنوبية الغربية لمدينة حلب، وإنما أيضا على الجبهة الشمالية والشمالية الغربية، محيط الكاستيلو، ضهرة عبد ربه، وصولا إلى بلدة كفر حمراء ومدينة حريتان في ريف حلب الشمالي. أيضا يعمل الجيش السوري على استهدافها بشكل متواصل وبشكل مستمر، يمنع تحرك الجماعات المسلحة، يمنع وصول التعزيزات إلى هذه الجبهات، لربما تمهيدا لاقتحامها في وقت ما وفي وقت معين، خاصة ضهرة عبد ربه التي تعتبر ضهرة مرتفع حاكم واستراتيجي لهذه الجبهة، الجبهة الشمالية الغربية الواصلة من مزارع الملاح إلى جمعية الزهراء غرب مدينة. شكرا جزيلا لك رضا الباشا مراسل ميادين، كنت معنا مباشرة من حلب. ومن حلب إلى ريف دمشق وتحديدا المعظمية، حيث جرى اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق المعظمية بإخراج مدنيين ومسلحين ستسوى أوضاعهم من المدينة، وبذلك أقفلت المراحل الأخيرة من اتفاق دارية على أن يجري بعدها العمل لإيجاد تسوية في الأيام المقبلة لتشمل مدينة المعظمية. سيادة العميد، إذا ما أردنا أن نتحدث عن المعظمية ومنطقة محيط دمشق أيضا وتأثير مثل هذا التحييد لبعض المناطق المحيطة بدمشق على وضع العاصمة، بعض يقول أيضا أن هناك خطر لازال من الغوطة الشرقية وجوبر تحديدا، مستبعد أن يكون هناك مصالحة أو ربما يكون هناك جهود ولكن ليست الواقع كبيرة. الميداني في محيط دمشق يميل بصورة كبيرة لمصلحة الدولة السورية والجيش العربي السوري. حاليا مناطق المسلحين، يعني إذا حكينا عن اليوم أنهيت موضوع دارية منذ يعني فترة قصيرة، تم إنهاء موضوع دارية وجرت المصالحات وتقرر يعني إخراج المدنيين من دارية باتجاه رجلي أو والمسلحين باتجاه إدلب، باستثناء من يريد إلقاء السلاح ويقوم بتسوية وضعه. حاليا اليوم المعظمية، اليوم جرى إخلاء 180 مدني من المعظمية، هن عمليا هؤلاء المدنيين اللي تركوا دارية باتجاه المعظمية مع بعض المسلحين من عوائلهم، يعني جرى ترحيل هؤلاء باتجاه حرجلي حاليا. عمليا انهاء موضوع المعظمية ودارية، حتى مستقبلا يتم الحديث عن الحجر الأسود، يتم الحديث عن يعني المسلحين يطلبون خروجهم من الحجر الأسود، ولكن شرط أن يتوجهوا إلى القنيطرة. الجيش العربي السوري لم يوافق على ذلك إلا إذا تركوا أسلحتهم، هم يريدون الخروج مع أسلحتهم باتجاه القنيطرة. نحن نتحدث هنا عن منطقة فيها داعش طبعا، هذه المجموعات المسلحة، يعني يصادف أن المجموعات المسلحة الموجودة في الحجر الأسود التي يعني تميل إلى داعش معظمها من السوريين ومن أبناء طيب منطقة القنيطرة. طيب سيادة العميد اسمح لي نكمل في المناطق الأخرى، وأيضا هنا نلاحظ خريطة لحما، لكن اسمح لي أن نسمع من ديما ما الذي جرى اليوم في المعظمية. معك ديما، نلخص واقع المعظمية وأيضا المعلومات عن ما سيجري لاحقا. نعم كمال، يعني ما جرى اليوم بالضبط هو خروج حوالي 150 بين مدني ومسلح من أهالي دارية الذين يشملهم اتفاق دارية، والذي استكمل يعني بهذا اليوم كامل هذا الاتفاق، وأيضا هو يعني أشبه بالبند الأول من اتفاق المعظمية الذي يجب أن يبدأ بعد عيد الأضحى. نذكر سريعا ببنود هذا الاتفاق، سيتم تسليم كامل السلاح الثقيل والمتوسط والفردي أيضا على مراحل للجيش السوري. من يريد أن يرحل إلى إدلب ولا يسوي وضعه سيحتفظ بسلاحه الفردي ليخرج به كما خرج مسلحو دارية إلى إدلب، وهناك الأكثرية التي تريد التسوية والبقاء في المعظمية، إلى جانب طبعا بقاء المدنيين في المعظمية وبدء بفتح الطرقات وإزالة الحواجز والمتاريس ودخول مظاهر الدولة والخدمات إلى داخل بلدة المعظمية بكامل تفاصيلها.
بها، إلى جانب طبعا يعني إعادة الخدمات بالمياه والكهرباء وأيضا الدخول المساعدات لهذه البلدة. طبعا أعداد المدنيين في المعظمية حتى اللحظة يقدر بحوالي 30,000 مدنيا سيبقون في البلدة، وهناك كما علمنا من محافظ الريف بأنه هناك خطط ترميم سريعة وأسعافية من أجل إعادة أيضا من خرج من البلدة ومن هجر منها طبعا بما استطاع إليه سبيلا للدخول، لأنه تعرف بأن هناك العديد من المباني التي تعرضت للدمار وبالتالي لن يكون العودة إليها سهلا أو سريعا. طبعا ما لاحظناه كمال ويجب الإشارة إليه بأن هناك حالة يعني إنهاك كامل إن صح التعبير بالنسبة لغالبية المسلحين الذين أقصد مسلحين المعظمية الذين يعني خرجوا بمجرد مشاهدة الكاميرات والصحفيين أمام حاجز المعظمية، خرجوا إلينا ليتحدثوا إلينا رغم أنه يعني الاتفاق اليوم لا يشملهم، ولكن كل كان يعبر عن مدى ضجره وتعبه واستيائه من استمرار هذه الحرب بلا طائل. وبالتالي كان هناك يعني من تحدث بأن الغالبية العظمى من مسلحي المعظمية تريد تسوية أوضاعها والبقاء، هناك البعض الذين يضغطون باتجاه أو حتى يحاولون تخويف هؤلاء بأن التسوية أو المصالحة لن توصلهم إلى مكان آمن بالنسبة لهم، لكن واضح أن الإعياء والتعب قد طال الجميع حتى بما فيهم المدنيين الذين يريدون لهذه الحرب ولهذا الحصار أن ينتهي. شكرا جزيلا لك ديما نصيف مديرة مكتب الميادين في دمشق. سيادة العميد كنا نتحدث عن الحجر الأسود والمعظمية ودارية، هنا أرى حماة. قبل أن نكمل على ذكر حماة لأنها جبهة جديدة، كيف ترد الفصائل المسلحة بتقديرك على هزيمة اليوم في حلب؟ نحكي عن حماة وبعدين نحكي عن موضوع كيف سيرد، لأنه على مجمل المشهد الميداني. لذلك بعد الحجر الأسود أنا في تقديري سيأتي دور دوما. دوما كانت عملية أو الغوطة الشرقية هذه المنطقة كلها كانت بيد جيش الإسلام وفيلق الرحمن. حاليا دمرت هذه المنطقة إلى حوالي نصفها منذ عام حتى اليوم، لم يبقى بيد المسلحين إلا هذه المنطقة، وحاليا الجيش العربي السوري وحلفائه يتقدمون من حوش نصري باتجاه الريحان، أصبحوا على بعد حوالي 6 كيلومتر من دوما. يعني عمليا دور دوما سيأتي، وهنا تأتي معركة حما. حما هي رد على الهزيمة، لأنه هم اعتبروا يعني رعاة المسلحين اعتبروا أنهم هزموا في دمشق، لأنه دارية موقعها استراتيجي، الغوطة الشرقية موقعها استراتيجي، كل العمليات اللي كانت تأتي من الجنوب كانت دارية هي عقدة الوصل بين الجنوب وتطويق دمشق. يعني كل المسلحين دارية تفتح على القنيطرة وتفتح على درعة، لذلك موضوع دارية لم يستسقها رعاة المسلحين، لذلك فتحت المعركة في حما. ومن فتح المعركة في حما هم نفس المجموعات المسلحة، يعني هم مجموعات تتبع للسعودية، يعني هذه معركة سعودية بامتياز من جهة لتمسك السعودية أوراق، لأنها هي تفقد أوراق في دمشق، تريد مسك أوراق في منطقة أخرى في حلب. من يمسك الأوراق تركيا، يعني الجيش العربي السوري في مناطق سيطرته وباقي المسلحين يتبعون إلى تركيا. أما المسلحون الذين يقودون معركة حماه اليوم فهم من جند الأقصى الذين يعني يحركون من قبل السعودية تماما. ولكن حتى معركة حما الجيش استعاد المبادرة واستعاد معردس، وخسر المسلحون باعتراف تنسيقيات المسلحين، هاي معردس باعتراف تنسيقيات المسلحين 160 قتيل. حاليا الجيش العربي السوري يعني أمن المحيط الشمالي بعد السيطرة على الحجامي ومعردس، أمن المحيط الشمالي لمدينة حما، وطبعا سيطور عملياته باتجاه سوران لاستعادة سوران وطيبة الإمام ليعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل المعركة. أما كيف سيرد المسلحون، سنعرض هذه الخارطة. يعني حاليا من يمسك الأوراق الكبرى، وهذا يعني بكل أسف حنقول على الآن، حاليا التركي هو الذي يمسك الأوراق الكبرى، والتركي استطاع خداع الجميع. يعني التركي طبعا لم يخدع الأمريكي، لأنه هو قام بالعملية مستغلا موضوع جولن، وقام بالعملية بدون تنسيق مع الأمريكيين، ولكن الأمريكي سارع إلى تأييد العملية كي لا يخرج من المشهد، ولكن التركي قام بالعملية بجرابلس، وأعتقد أنه خدع الحلفاء. يعني خدع، هو أعلن كل البدايات كانت على أساس أنه يفوت على جرابلس ليمنع الأغراد من وصل عين العرب، يعني وصل الإقليم الكردي من عين العرب باتجاه جرابلس. ولكن
حاليا التركي أعلن بالفم الملآن، يعني هو يطور عملياته وكل يوم يطور أهدافه ويطرح أهداف جديدة. اليوم قال سندخل إلى منبج وإلى الباب. هيدي منبج، عندما يصل الجيش التركي إلى منبج، هاي منبج وإلى الباب، والباب يعني سيأتيها من جهة الراعي أو من جهة مارع، هاي الراعي أو من جهة هاي الأسهم هي الحركة المقبلة للمسلحين، والمسلحين الذين يقاتل فيهم الجيش التركي هم نفس المسلحين الذين قاتلهم الجيش العربي السوري في شمال حلب وفي جنوب غرب حلب، هم نفس المجموعات. يعني هذه ستنتقل السيطرة في هذه المنطقة من داعش إلى حلفاء تركيا، وسيصبح المسلحون التابعون لتركيا يسيطرون على غرب حلب وجنوبها وعلى إدلب، مرورا طبعا بالحدود التركية السورية وصولا إلى منبج. وأيضا التركي اليوم طور من أهدافه وقال أنه حتى إذا يعني عرض خدماته على الأمريكيين لكي يعني يبعث فيهم بعض الرضا بعد غضبهم الشديد من استهداف الأكراد، قال سندخل إذا قال يعني إذا وافق الأمريكيون سندخل معهم إلى الرقة بين عين العرب وبين تل أبيض. طيب يعني هو الوقت يريد دهم، لكن تقسم المنطقة. لكن نعم، لكن ما تقوله خطير للغاية، لأنه تصبح حلب مطوقة. نحن أمام إذا هزمت المجموعات المسلحة في أحياء حلب الشرقية بهذه المعركة التي كنا نتحدث عنها، هناك البديل الذي يأتي إلى حلب من طبعاً من هذا هو الرد، سيكون هذا الرد سيرد يعني نفس المجموعات المسلحة تحت العنوان التركي، تحت العلم التركي، تحت الدبابة التركية، ستدخل إلى هذه المناطق وستصبح مناطق الجيش العربي السوري في حلب مطوقة، بدل أن تكون مطوقة تصبح مطوقة. يعني يكون أحياء حلب الشرقية دفرسوار. طيب ولكن سؤال أخير بس، إذا وصلوا على الباب بيبقى من الباب لكويرس ولسفيرة بضع كيلومترات. صحيح. سؤال أخير قبل أن أنتقل إلى ملف اليمن، لأنه الوقت دهمنا هنا. يجب على الجيش العربي السوري المبادرة باتجاه الباب. نعم. الجيش العربي السوري يجب أن يبادر باتجاه الباب. طيب، ما جرى اليوم في حلب بتقديرك العسكري كان بالتفاهم مع الأمريكان أم خارج الأمريكان تفاجأوا؟ ما جرى في الراموسة، في جرابلس، في الراموسة، في الراموسة اليوم. لم يكن هناك، ليس هناك تفاهم ولن يوقع اتفاق. مارك تونر أعلن أنه لن نوقع الاتفاق إذا لم نحقق الأهداف الأساسية. طالما السيطرة المدنية لصالح الجيش العربي السوري فهو فلن يوقع اتفاق، خاصة أنه تم الحديث عن الاتفاق قبل إنهاء ثغرة الراموسي. ولكن بعد إنهاء ثغرة الراموسي الأمريكي قد يمتطي الحصان التركي لتغيير الواقع الميداني لفرض شروط جديدة في اتفاق في مرحلة قادمة. إلى اليمن، ليس هناك اتفاق. إلى اليمن، حيث أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل 30 عنصرا من قوات هادي وإصابة آخرين بينهم قيادات خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدمهم باتجاه وادي الربيعة في أطراف مديرية صرواح، واستشهدت طفلة يمنية وجرح ثلاثة بينهم طفلتان في غارات للتحالف السعودي على منزل في مديرية رازح الحدودية غرب صعدة. وفي صنعاء سمع عدوي انفجارات إثر غارات عدة للتحالف السعودي. إلى ذلك نشر الإعلام الحربي في اليمن مشاهد لكمين نفذه الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد القوات السعودية في منطقة قلل تباب الشيباني، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى السعوديين. كلنا أشفار مع
معي الآن مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل الميادين أحمد زبيبة. أحمد، بداية، ما الذي حدث على أطراف أو باتجاه وادي الربيعة هذا اليوم؟ نريد أن نعرف تفاصيل ذلك وأيضا الوضع على الحدود لو سمحت. نعم، هذه هي المحاولة الثانية خلال 24 ساعة لقوات الرئيس هادي في محاولة زحف بكبيرة وصفت بالكبيرة وفق ما تحدث به مصدر عسكري باتجاه وادي ربيعة بمديرية سرواح إلى الغرب من إلى الغرب من محافظة مأرب شمال شرق اليمن. تحاول قوات الرئيس هادي التقدم إلى الناحية من الناحية الشرقية للمديرية، ووفق المصدر العسكري فقد صد الجيش واللجان الشعبية ثاني محاولة على مدى 24 ساعة. المحاولات هي استمرت حتى بالأمس، وأول أمس أيضا كانت هناك محاولة باتجاه وادي ربيعة تحت قصف مكثف من طائرات التحالف السعودي أو إسناد جوي من التحالف السعودي، بالإضافة إلى امتداد هذه المواجهات حتى محافظة الجوف إلى الشمال الشرقي وهي المحاذية لمحافظة مأرب. كانت هناك أيضا محاولات لقوات الرئيس هادي بالاتجاه إلى منطقة المحجر وتحديدا في مديرية الغيل إلى الشمال من المحافظة، والتي أيضا وصلت تعزيزات كبيرة وفق ما تحدث به مصدر عسكري يمني لقوات الرئيس هادي من مع إسناد جوي عنيف بسلسلة من الغارات من طائرات التحالف السعودي. المحاولات القوات الرئيس هادي هي مستمرة خلال اليومين الماضيين وتحديدا في مديريتي الغيل في محافظة الجوف لإحراز تقدم، بالإضافة إلى مديرية صرواح من الناحية الشرقية في محافظة مأرب. الوضع على الحدود بسرعة أحمد. نعم، ما يتعلق على الحدود اليمنية السعودية، أبرز ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية هو بمديرية حرض إلى في محافظة حجة غرب اليمن، حيث شنت طائرات التحالف السعودي 10 غارات جوية تركزت على حرض، وأيضا مديرية عبس كانت هناك مواجهات أو هجوم من قبل الجيش واللجان الشعبية وفق ما تحدث به مصدر عسكري باتجاه تبت الأمن المركزي إلى الشمال من جمارك حرض، بالإضافة إلى هجمات أيضا قام بها الجيش واللجان الشعبية باتجاه المناطق الشمالية أيضا والغربية بمديرية ميدي. شكرا جزيلا لك أحمد زبيبة مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من صنعاء. في ملف اليمن أيضا، التحالف السعودي دمر مجمل معالم السياحة في اليمن ولا سيما في حرض وعبس بمحافظة حجة غرب البلاد، ففي حرض وحدها يقع أكبر منفذ يمني مع دول الخليج، حيث كان ينتقل عبره مئات الآلاف من اليمن وإليه. صور من الدمار والخراب الذي حل بالقطاع السياحي بحجة في هذا التقرير لأحمد زبيبة. وهذه أحد ضربات الطيران العدوان السعودي الأمريكي على مدينة حرض. ضربت السياحة في حرض وعبس الحدوديتين بحجة غرب اليمن، وأضحى حال السياحة منتهيا حتى إشعار آخر، فهذا الفندق السياحي والدمار الذي أصابه واحد من 100 منشأة فندقية وسياحية استهدفتها طائرات التحالف السعودي فدمرتها كليا أو جزئيا لتقضي آلة الحرب على كل مظاهر السياحة هنا. أنا صاحب منشأة سياحية من ضمن المنشآت، مئات المنشآت السياحية التي دمرها طيران العدوان في الكامل في محافظة حجة ومديرية حرض وميدي وعبس، وهناك يستخدموا منها مئات السياح عبر منفذ حرض، نستفيد منها مليارات الدولارات ومئات الآلاف من المنشآت السياحية تم تدميرها بالكامل. تدمير الفنادق والمنشآت السياحية ترك أثره في العاملين في هذا القطاع، فأكثر من 50,000 عامل من العمالة المباشرة وغير المباشرة بمختلف مديريات حجة أصبحوا بلا عمل، ليضافوا إلى قائمة البطالة التي غرقت فيها البلاد نتيجة الحرب. العدوان أثر تأثير مباشر على المنشآت السياحية بالنسبة للمستثمرين، وأثر تأثير مباشر على الأيدي العاملة، لأنه هذا المنفذ ومديرية حرض تعتبر الحاضنة للمناطق التهامية كاملة،
تضرروا تضرر كبير. التكلفة التقديرية الأولية وفق تقارير مكتب السياحة بحجة لخسائر القطاع السياحي قدرت بمئات ملايين الدولارات، فضلا عن المناطق الأشد تعرضا للقصف والمواجهات التي لم تصل إليها فرق المسح لتقدير الخسائر. أحمد محمد زبيبة، الميادين. سيادة العميد محمد عباس، نحن نتحدث عن هجمات تشن باتجاه العاصمة، نريد أن نفهم بداية عن أهمية الهجوم على وادي ربيعة. كما كان يتحدث مراسلنا قبل قليل، قتل 30 عنصر من قوات هادي، والتركيز على ربيعة بشكل أساسي، وأيضا التركيز على الغيل، منطقة الغيل. نعم. مديرية الغيل. نعم. طبعا هي خلال الأسبوعين الماضيين الملاحظ أن وتيرة العمليات العسكرية ازدادت، هناك هجمات تشنها قوات هادي وخاصة في المناطق المحيطة بصنعاء. عندما نتحدث عن صرواح، صرواح هي شرق صنعاء، هي صرواح، هي صرواح شرق صنعاء، وهي العملية ليست العملية الأولى، يعني دائما يتم الهجمات من الشرق باتجاه منطقة صرواح، سواء للسيطرة على التباب الموجودة في هذه المنطقة والمشرفة على صنعاء، أو على بعض الأودية التي تعتبر مناطق صالحة لعبور الآليات باتجاه صنعاء. طبعا هذه المنطقة كلها بين صرواح وصنعاء كلها مناطق جبلية. إذا ملاحظين هون الجغرافيا مبينة باللون الغامق، باللون الغامق الرمادي، يعني هذه كلها مناطق جبلية وصعب اختراقها عمليا، والدليل على ذلك أن كل هذه الهجمات تفشل. أيضا هناك هجوم باتجاه الغيل، من الغرب باتجاه الغيل. طبعا هذه المحافظات هي القريبة من صنعاء، يعني الجوف، هي مديرية الغيل ضمن الجوف. الجوف تقع إلى الشمال الشرقي من صنعاء، ومأرب صرواح من ضمن محافظة مأرب تقع إلى الشرق، وأي عملية للدخول إلى صنعاء يجب أن تتم من هذه المنطقة أو من الشمال من حرض وميدي، وطبعا كل العمليات في منطقة حرض وميدي فشلت. طبعا كل هذه العمليات يعني يرافقها غارات جوية كثيفة بهدف التسهيل، يعني بهدف تسهيل حركة القوات. لذلك شن الطيران السعودي هجمات على صنعاء، على صنعاء، وأيضا على 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 حجي، على على منطقة حجي، وخاصة على حرض. في المقابل الجيش يعني واللجان الشعبية كمان طوروا من عملياتهم داخل الأراضي السعودية. هناك كمين اليوم الأنباء تحدثت عن هذا، يخفف الضغط سيادة العميد عن الهجمات هو الرد حول صنعاء. هو الرد ليس فقط يعني يهدف إلى الرد على العمليات الميدانية، هو أكثر الرد داخل الأراضي السعودية يستهدف الرد على الغارات الجوية التي ليس لدى الجيش واللجان الشعبية من وسيلة لصدها سوى إحداث منظومة من الردع المتبادل. الردع، وسيلة الردع الوحيدة التي يمتلكها الجيش واللجان الشعبية هي القصف الصاروخي إلى العمق السعودي والسيطرة ومهاجمة مواقع سعودية، وهذا يعني يضعف معنويات الجيش السعودي ويجبر القيادة السعودية على التفاوض. العمليات جرت هنا في قلال الشيباني، هنا كمين عن يعني جرى الجيش واللجان الشعبية نصبوا كمين في قلال الشيباني، هاي قلال الشيباني، وسقط في 6 قتلى للقوات السعودية، وأيضا هناك هجمات على النهوقة بالإضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي. نعم. على طول الحدود، وهذا كله داخل أراضي السعودية أيضا. نعم. ننتقل إلى نقطة أخرى، حيث أعد مركز السياسة الدولية في الولايات المتحدة تقريرا يوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عرضت على السعودية أسلحة وعتادا عسكريا بقيمة تزيد عن 115 مليار دولار. وبحسب معد التقرير فإن هذه الأرقام تشير إلى أن هذا العرض الأمريكي للرياض هو الأكبر منذ عشرات السنوات. سارة الحاف والتفاصيل. أهلا بكم. 115 مليار دولار هي قيمة الأسلحة والعتاد العسكري والتدريب التي عرضتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على السعودية، وذلك بحسب التقرير الذي أعده مركز السياسة الدولية في الولايات المتحدة. التقرير ذكر أن العروض قدمت في 42 صفقة منفصلة، وأغلب العتاد لم يسلم حتى الآن. العروض هذه شملت الأسلحة الصغيرة والذخيرة إلى الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية والصواريخ وسفن الدفاع الصاروخي والسفن الحربية،
كما توفر واشنطن أيضا الصيانة والتدريب لقوات الأمن السعودية بحسب ويليام هارتونغ معد التقرير. وهذا يعد أكبر عرض تقدمه أي إدارة أمريكية على مدى 71 عاما من التحالف الأمريكي السعودي. تقرير مركز السياسة الدولية في أمريكا يستند إلى بيانات من وكالة التعاون الأمني الدفاعي، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع تقدم أرقاما بشأن عروض مبيعات الأسلحة واتفاقيات المبيعات العسكرية الخارجية. ومعظم العروض التي يبلغ بها الكونغرس تصبح اتفاقيات رسمية ويجري التخلي عن بعضها أو تعديلها. وبحسب التقرير جرت الموافقة على صفقات بقيمة 57 مليار دولار من أصل الطلبات التي تجاوزت 100 مليار دولار المعروضة على الكونغرس. هارتونغ معد التقرير رأى أن مستوى مبيعات الأسلحة الأمريكية للرياض يجب أن يعطيها قوة ونفوذا للضغط على السعودية لمنع وقوع ضحايا مدنيين في اليمن. وفي تصريح لرويترز قال هارتونغ أن الصفقات الأخيرة التي شملت إعادة تزويد السعودية بالذخيرة والقنابل والدبابات لتحل محل العتاد الذي استخدم أو دمر في الحرب على اليمن، هدفها طمأنة السعودية إلى أن الولايات المتحدة لن تميل نحو إيران في أعقاب الاتفاق النووي. معي الآن مباشرة من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان. منذر، ماذا يقال أو أصداء هذه الصفقة في الولايات المتحدة؟ تجدر الإشارة أولا إلى أن هذه الصفقات وليس صفقة، يعني هي تمتد لست سنوات تقريبا من عام 2009 إلى عام 2015، وبالتالي هناك بالتأكيد على المستوى الشعبي اعتراض، وحتى على المستوى الرسمي في الكونغرس تحديدا. وكانت هناك محاولة منذ فترة حول منع مبيعات للأسلحة القنابل العنقودية، وفشل في الكونغرس بمعدل عدة أصوات فقط داخل مجلس النواب. الآن هناك محاولة من قبل على الأقل حوالي 64 عضو في الكونغرس في محاولة على الأقل لتأجيل بعض هذه الصفقات، وخاصة الصفقة الأخيرة التي تتحدث عن الدبابات بقيمة حوالي مليار ونصف مليار دولار، وهي تتناول التعويض عن الخسائر التي لحقت بالسعودية في اليمن. طبعا هناك عضوين في مجلس الشيوخ، عضو عن ولاية كونتيكت وعن كنتاكي، واحد جمهوري واحد ديمقراطي، في صدد تقديم مقترح يؤدي إلى تجميد مثل هذه المبيعات، بسبب أنه يجب أن تثبت السعودية بأنها لا تستهدف المدنيين بصورة خاصة بعد الأنباء عن استهداف المدنيين. شكرا جزيلا لك منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن على هذه المعلومات. ومباشرة إلى فاصل بعده نكمل الميدانية. مجددا حياكم الله إلى فلسطين، حيث أعلن الأسيران محمد ومحمود البلبول استمرارهما في الإضراب على الطعام بعد قرار السلطات الإسرائيلية تجميد اعتقالهما الإداري. الأسير محمد وجه رسالة لافتا فيها إلى أنه يعول على الشعب الفلسطيني في دعمه. من جهته قال الأسير محمود أن لديه أما قوية، وذلك بعدما سمعها تكلمه عبر الهاتف وتشد من أزره. تقرير هناء محميد. بعدما يزيد عن الشهرين من الإضراب المفتوح عن الطعام، قررت المحكمة الإسرائيلية العليا تجميد الاعتقال الإداري للأسيرين محمد ومحمود البلبول. حرية غالية والظلم صعب، وأنا مكاني بين والدتي أختي في طب في عيادتي. كيف صحتك يا محمد؟ جسد تعبان بس الروح عالية طولهاش.
الأسيران البلبول قررا مواصلة معركتهما الشجاعة ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تمكن الاحتلال من سجن الفلسطينيين من دون محاكمة. هما بذلك يؤكدان رفضهما لتلاعب سلطات الاحتلال بحريتهما، مطالبين بإبطال الاعتقال الإداري وليس تجميده الخاضع للتجديد في كل لحظة. كرامة، حرية، إيش بده الإنسان؟ أكل؟ أكل؟ برمي أكل للبسس، الحيوانات، بس إحنا بدناش أكل. أنا يوم ما أشوف أمي في رمضان على التلفزيون بتوكل لحالها، قاعدة لحالها في رمضان، فيش حدا، لا أختي ولا أنا ولا أخوي. أي كرامة هاي؟ أي كرامة؟ سامع كيف حالك؟ من غرف العناية المركزة يبث الأسيران الشابان شعاع الصمود والمقاومة. الإرهاق والوهن تسللا إلى جسديهما النحيلين. محمد فقد نظره ومحمود ضعف صوته، لكنهما يتحديان مع رفيقهما الأسير مالك القاضي المضرب هو الآخر منذ قرابة الشهرين ظلام السجن. من سار على درب الحرية وصل، هذه هي رسالة الأسيرين البلبول إلى العالم كله بعد أكثر من شهرين من الإضراب المفتوح عن الطعام. هناء محميد من داخل مستشفى سافاروف الإسرائيلي، الميادين. معي من القدس المحتلة مراسلة الميادين هناء محميد. هناء، تطلعين على واقع الأسيرين بلبول أيضا بعد قرار تجميد الاعتقال الإداري ورفض الأسرى المضربين على الطعام هذا القرار. الآن القضية، يعني هل هناك رد فعل إسرائيلي على رفض الأسرى موضوع التجميد؟ نعم كمال، بداية دعني يعني أفسر لماذا رفض الأسرى الإذعان لقرار تجميد الاعتقال الإداري وفك إضرابهما المفتوح عن الطعام. هما يريان بهذه يعني بهذه الطريقة أسلوبا للتلاعب وللتسويف في عملية إنهاء الاعتقال الإداري الذي يعاني منه مئات الأسرى الفلسطينيين، اعتقال بدون أي محاكمة وبدون تقديم لائحة اتهام. هما يقولان إما يتم إنهاء الاعتقال الإداري وإما تقدم بحقنا لائحات اتهام نعرف بحسبها لماذا نحن نتواجد في السجن الإسرائيلي، في سجون الاحتلال الإسرائيلية. بالتالي هما رفضا هذا يعني إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي شارف أن يصل إلى نحو 70 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام. اليوم يعني أمس أكدا ذلك، واليوم هما يواصلان هذا الإضراب المفتوح عن الطعام. حتى الآن لا يوجد ردود فعل إسرائيلية يعني واضحة حول هذه المسألة، ولكن نحن نعلم من تجارب سابقة بأنه هذا مثل هذا القرار من قبل الأسرى الفلسطينيين يمثل ضغطا على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما إذا ما كان يعني هذا القرار مدعوما بإسناد وتضامن شعبي واسع من قبل الشارع الفلسطيني، وبالطبع أيضا من قبل يعني المستوى الرسمي والدبلوماسي الفلسطيني. يعني نحن يعني في الأيام المقبلة، وهي أيام حاسمة لأن هناك الخطر على حياة الأسيرين محمد ومحمود البلبول، ولا ننسى أيضا الأسير مالك القاضي الذي يعني يضرب عن الطعام ما يزيد عن 50 يوما. حياة هؤلاء الأسرى في خطر، حالتهم الصحية في تدهور مستمر. شاهدنا بالأمس كيف أن الأسير محمد البلبول فقد قدرته على النظر، يعني بالرغم من أنه لديه بصيرة قوية جدا، وهو يعني بث صمود كبير وقوي هو وشقيقه الأسير محمود البلبول، إلا أن صحتهما في تدهور مستمر. بالتالي هذه الأيام هي أيام حاسمة، قد تجري يعني محادثات بين سلطات الاحتلال وبين من يمثل الهيئات التي تمثل الأسرى، والصليب الأحمر الدولي أيضا لديه دور هام في يعني دفع عجلة إنهاء الاعتقال الإداري لهؤلاء الأسرى، وأيضا
يعني الإعلام له دور هام، لأنه أيضا يبدع من نطاق هذه القضية عالميا ويكشف ويفضح يعني سياسات إسرائيل في هذا. شكرا جزيلا لك هناء محميد مراسلة الميادين، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة. سيادة العميد، يعني ربما هنا لا نتحدث عن كسر إرادات عسكرية كما نحلل بشكل أساسي، هنا أمام إرادة عسكرية أو جبروت عسكري، بينما هنا إرادة صبر فقط. إرادة صبر وصمود. يعني الشعب الفلسطيني عودنا دائما على ابتكار وابتداع أساليب للمواجهة، يعني كلما أقفلت في وجهه نافذة فتح نافذة أخرى من أشكال المواجهة. الأمعاء الخاوية أو معركة الأمعاء الخاوية كما سميت الإضراب عن الطعام أو معركة الأمعاء الخاوية هو شكل من أشكال المواجهة، وتدخل في إطار ثقافة المقاومة التي يختزنها الشعب الفلسطيني ومن هؤلاء الأسرى وغير الأسرى. طبعا هذه معركة إرادة، معركة صمود، خاصة إذا كانت مدعمة كما قالت المراسلة، مدعمة من مدعومة من قبل الشعب الفلسطيني، عموم الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات، وأيضا من قبل السلطات الرسمية التي لم تستطع تجاهل هذا الأمر، أيضا بالإضافة إلى أحرار العالم والمقالات التي تصدر. وهذا يفضح زيف ادعاءات إسرائيل عن حقوق الإنسان، ويرغم إسرائيل كما جرى مع الأسير كايد، يرغم إسرائيل على يعني التخفيف من إجراءاتها لأنه تصبح متهمة في نظر العالم. يعني موضوع الاعتقال الإداري يعني مسألة تبدو يعني أنت تعتقل الإنسان دون أن توجه إليه تهمة لعشرين سنة لأجل مفتوح. طبعا يعني الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني بقوا عشر سنين في السجون الإسرائيلية. الشيخ عبد الكريم عبيد 17 سنة بقوا في السجون الإسرائيلية اعتقال إداري، كل 6 أشهر يتم تجديد هذا. يعني إسرائيل تمارس أبشع أنواع الممارسات مع المعتقلين تماما كما كانت في العصور القديمة، ولكن هي تحظى على تغطية أمام المجتمع الدولي وخاصة من قبل الولايات المتحدة. طيب العميد والغربية، في دقيقة واحدة قبل أن أختم الميدانية، أريد تعليق على موضوع الصفقات الأسلحة التي تحدثنا فيها قبل قليل مع منذر سليمان. ماذا تستفيد السعودية من هذه الكميات من السلاح وبهذه خلينا نقول هي ضريبة مفروضة على دول الخليج ومنهم السعودية والإمارات، ضريبة لقاء الحماية التي تؤمنها الحماية السياسية والعسكرية ومظلة الردع التي توفرها الولايات المتحدة. طبعا السعودية تصرف على الأسلحة 115 مليار، هذا رقم هائل. الصين يعني الحديث في عن موضوع التسلح، الصين لم تصرف ثمن أسلحة بمقدار ما صرفت الإمارات. أين جيش الصين من جيش الإمارات والجيش السعودي؟ هذا الجيش الذي يصرف هذا الكم من الأسلحة لم يستطع الثبات في الميدان على الحدود اليمنية السعودية مع ميليشيات ومع الجيش اليمني ومع بعض الميليشيات، حتى مع القبائل الذين لا يمتلكون سوى أسلحة بسيطة. طبعا أنا قلت هذه نوع من الضريبة المفروضة على هذه الدول لقاء الحماية، وإلا ما الحاجة لكل هذه الأسلحة. أما موضوع المقاربة أنه الولايات المتحدة تعطي هذه الأسلحة لتستطيع لاحقا ممارسة الضغط من خلال وقف قطع الغيار، ولم يحصل أن مرة واحدة منذ العلاقات، يعني منذ أن بدأت هذه العلاقات منذ 70 سنة، أن مارست الولايات المتحدة ضغطا على السعودية بوقف توريد الأسلحة، ولم يحصل ذلك مرة، لأن السعودية لم تخرج مرة عن الإرادة الأمريكية. طيب، ولا مرة تدخلت في أي منطقة في العالم أو في المنطقة في الإقليم إلا بموافقة الولايات المتحدة. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد عباس الباحث العسكري العميد المتقاعد على كل هذه القراءة التي قدمتها في ميدانية اليوم التي انتهت للتو، وفي ختامها تذكير بالعناوين. الجيش السوري وحلفائه يستعيدون الراموسة ويتقدمون في ريف حلب الجنوبي، وإنجاز المرحلة الأولى من اتفاق المعظمية بريف دمشق. طائرات سعودية توقع المزيد من القتلى والجرحى في اليمن، والجيش اليمني يهاجم مواقع عسكرية داخل السعودية. جسد تعبان بس الروح عالية. الأسيران البلبول يواصلان إضرابهما عن الطعام ويرفضان قرار تجميد اعتقالهما الإداري. مزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.